مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. بهذا الفيديو سنتكلم عن طريقة تثبيت برنامج نسخ التطبيقات والألعاب وأيضا طريقة التفعيل. تابعونا حتى النهاية ولا تنسونا من دعمكم، حياكم الله جميعا. طبعا بالبداية قوموا بالاشتراك أيضا في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع. طبعا طريقة التثبيت تصلح للبرامج الأخرى أيضا، ولكن هناك شرط يجب أن يكون بالبرنامج كي يعمل معنا بشكل صحيح وبدون أي مشاكل. طبعا برامج مستعملة هي متجر بلاي كما تشاهدون، وأيضا برنامج جوجل كروم، وبرنامج نسخ التطبيقات. طبعا هذا الشرح كما ذكرنا يشتغل على برامج نسخ تطبيقات أخرى. طبعا بالبداية سنقوم بالدخول إلى برنامج متجر بلاي ونلغي التفعيل ونثبت برنامج نسخ التطبيقات كي يثبت معنا بشكل صحيح وبدون أي مشاكل. طبعا هذه أول خطوة وهي خطوة مهمة جدا. ثم ندخل إلى ضبط الهاتف مرة أخرى ونعاود تفعيل برنامج متجر بلاي. كما تشاهدون هو مفعل والبرنامج مثبت، يعني هذه هي طريقة التثبيت. طبعا طريقة التثبيت مشروحة في الفيديو السابق بالتفصيل، وأيضا طريقة تحميل هذا البرنامج موجودة في الفيديو السابق، سأضع الرابط في وصف الفيديو كي تستطيع تحميل هذا البرنامج مرة أخرى إن شاء الله. طبعا الخطوة المهمة هي أن يكون برنامج نسخ التطبيقات يشتغل داخله متجر بلاي. هذا نستطيع طبعا إضافة متجر بلاي إلى برنامج نسخ التطبيقات، يعني إذا كان البرنامج نسخ التطبيقات يقبل دخول متجر بلاي إلى داخله ممكن تشغيل أي لعبة من الألعاب بسهولة وبدون أي مشاكل. هذه هي الخطوة المهمة يجب مراعاتها بشكل جيد، لأن بعض برامج نسخ التطبيقات لا تقبل دخول متجر بلاي داخلها. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا عند تثبيت البرنامج يتثبت برنامج بهذا الشكل، أيقونتين. طبعا نستعمل الأيقونة الأولى حسابات متعددة، والأخرى طبعا ممكن استعمالها ولكن الأولى أفضل. طبعا خطوة مهمة جدا أيضا نقوم بالدخول إلى برنامج نسخ التطبيقات هذا وتفعيل اللعبة الأولى النسخة الأولى، وأيضا برنامج جيم جارديان. إذا اشتغل معنا بشكل جيد تكون الأمور سليمة ويصبح لدينا العمل جيد جدا. سأقوم بالدخول إلى هذه الأيقونة كما تشاهدون بهذا الشكل ونستكمل عملية الشرح كي تصبح الأمور سهلة وتصبح الأمور مفصلة وبدون أي مشاكل. سامحونا إن كان الفيديو طويل، ولكن سنقوم بالشرح بالدقة كي يعمل معنا البرنامج بشكل جيد وبدون أي مشاكل. تابعوا كل حرف في هذا الفيديو كي تستفيدوا ويشتغل معكم إن شاء الله تعالى. ندخل البرنامج في هذا المكان، يفتح معنا البرنامج بهذا الشكل كما تشاهدون. طبعا ونقوم بإضافة الجيم جارديان وأيضا متجر بلاي، هذه خطوة مهمة. وطبعا نقوم بإضافة أيضا اللعبة إلى البرنامج كي نقوم بالعمل عليها بشكل جيد. طبعا طريقة التجريب نقوم بإضافة النسخة الأولى كما ذكرنا وتجريب برنامج الجيم جارديان والعمل عليه قليلا كي نتأكد أن نسخة البرنامج شغالة وتعمل لدينا بدون أي مشاكل. ممكن طبعا إضافة الألعاب والتطبيقات عن طريق الزر الموجود في الأسفل. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا كما ذكرنا هذه الخطوات مهمة جدا، يجب إضافة متجر بلاي وأيضا برنامج جيم جارديان والألعاب المطلوبة كي نعمل عليها وتشتغل لدينا بشكل جيد وبدون أي مشاكل. بقي لدينا طبعا الخطوة الأخيرة وهي الخطوة المهمة جدا، نخرج من البرنامج وندخل إلى برنامج جوجل كروم. نعود إلى الواجهة الرئيسية كما ذكرنا ونذهب إلى برنامج جوجل كروم. طبعا برنامج نسخ التطبيقات أو نسخ الألعاب كما تشاهدون ظهر عليه إشعار، هذا يدل أن هذا هو البرنامج الشغال. أما البرنامج الثاني ممكن طبعا حذفه أو إخفائه عن الواجهة. ندخل إلى برنامج كروم كما تشاهدون بهذا الشكل وندخل إلى متصفح جوجل. سأقوم طبعا بتصغير الصورة، أذرونا الصورة أصبحت كبيرة جدا. ونذهب إلى مكان الكتابة طبعا ونكتب خدمات بلاي
طبعا بالعربي أو بالإنجليزي، ممكن كتابة خدمات جوجل بلاي بالإنجليزي أو بالعربي. بهذا الشكل نقوم بالكتابة. نقوم طبعا بالضغط على زر البحث بالأسفل كما تشاهدون، وتظهر النتائج الموجودة في المتصفح. نختار أول نتيجة طبعا، وهي النتيجة المرسوم عليها متجر بلاي بهذا الشكل، ونضغط عليها. هذه خطوة مهمة جدا طبعا شباب، انتبهوا لها ونفذوها بشكل صحيح. إذا لم تظهر إشارة المتجر بلاي في الأعلى فلا يكون الرابط هو الصحيح. عندما نضغط عليه طبعا يأخذنا فورا إلى متجر بلاي بهذا الشكل، وتظهر بدل من كلمة تحديث كلمة إلغاء تثبيت. اضغطوا عليها طبعا لا يؤثر الموضوع، وتظهر كلمة تحديث بدلا من كلمة إلغاء تثبيت أو أي شيء آخر. هذه هي طبعا أهم خطوة كي يشتغل معنا برنامج نسخ الألعاب بشكل جيد وبدون أي مشاكل. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا نعود إلى الصفحة الرئيسية كما تشاهدون، ونعاود الدخول لبرنامج نسخ التطبيقات، وندخل إلى متجر بلاي الموجود داخله الذي نسخناه، ونقوم طبعا بتفعيل الحساب عليه بشكل جيد، ونتأكد أن الحساب مربوط بشكل جيد، وتصبح الأمور سليمة بإذن الله وبدون أي مشاكل. خطوات بسيطة، تابعوا الشرح كما ذكرنا من البداية كي تفهموا الأمور. طبعا خطوة مهمة أيضا، ممكن إضافة ألعاب بلاي داخل برنامج النسخ كما تشاهدون. نستطيع طبعا لعبة كلاش اوف كلانس مثلا، او اي لعبة اخرى عن طريق العاب بلاي الموجود داخل برنامج نسخ التطبيقات. هذه جميع الامور المهمة وجميع الامور التي تحتاجونها. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد وجميع الناس يستطيعون تشغيل العاب وبدون اي مشاكل. كما ذكرنا طبعا هذه الخطوات ممكن تطبيقها على غير برنامج وتعمل لدينا بشكل صحيح وبدون اي مشاكل باذن الله تعالى. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، أو تابعونا في قناتنا في تيليجرام كي نجيب على جميع الأسئلة وجميع الأمور العالقة، ونقوم بالحل بإذن الله، ونساعد الجميع بجميع المشاكل بإذن الله. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم بفيديو جديد، أدامكم الله بخير، سلام.